ورونالدو بيحاول بيلعب كرة ناحية اليمين وخطر بالجول. جول 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 الله الله ادريانو 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 بنفس الطريقة بالكربون 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 لجول لجول رونالدو في مرمى كان في المباراة النهائية من عام 2002. ولكن هذه المرة ادريانو 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 على طول هو اللي بيخلصها هو اللي بيخلصها هو اللي بيخلصها من تمريره ولا احلى من تمريره ولا احلى على طول من رونالدو. شوف لعادة بيلمها رونالدو على طول وبيحط كره بالعرض لادريانو. ادريانو حطها بيساره في الزاويه اليسرى ورونالدو حطها بيمينه في الزاويه اليسرى في مرمى كان في مونديال 2002 في المباراة النهائية. شوف المهارة عطوه فتشة عطوه فرصة تحرر لعب وأدريانو اللاعب الخبير الماهر الماكر يسجل الهدف 23